إذا للوقوف عند الذكرى السنوية الثانية لمجزرة النجف ارتكبتها ميليشيات القبعات الزرقاء التابعة لمقتدى الصدر، وإعلان متظاهري تشرين التمسك بمطالب الثورة على رأسها إسقاط العملية السياسية، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز. أستاذ علي، مرحبا بكم. لكن ماذا يعني للمتظاهرين اليوم وصول زعماء الميليشيات والأحزاب المسؤولة عن المجازر ضد المتظاهرين، لا سيما مجزرة النجف، وصولهم إلى مناصب كبيرة في الحكومة؟ ماذا يعني لكم ذلك كمتظاهرين؟ نعم، طبعا هذا الشيء يبين أنه إحنا كان موقفنا سليم، موقفنا الثوري تجاه هذه الزمرة الحاكمة بالعراق، تجاه النظام الحاكم في العراق منذ العام 2003 لحد الآن. نعم. وكانت ثورتنا هي خير شاهد على صوت الشعب العراقي. وأما بالنسبة لنا كمقاطعة العملية الانتخابية، يعني كنا نعرف ما ستؤول إليه الأمور، وهذا الشيء اللي نشوفه نفس زعماء القتل، زعماء الفساد واللصوص، هم نفسهم عادوا إلى قبة البرلمان طبعا ويتسيدهم ويتزعمهم زعيم الميليشيات الأول والقائد الإجرامي الأول بالعراق اللي هو مقتدى محمد صادق الصدر. هذا صفة. نعم. وهذا الإجرام، طبعا هذا الإجرام هو لم يكتسبه من الحياة أساسا، هذا ورثه من أبيه محمد صادق الصدر حينما أسس بما تعرف في عام 1991 الغوغاء في جنوب العراق، وبالتحديد في محافظة البصرة، حينما قاد مجموعة الغوغائيين الأولى طلائع الإرهاب في المنطقة، أسسها محمد صادق الصدر بما كانت تعرف بالغوغاء. ضربوا الجيش العراقي المنسحب كان في حينها من الكويت، وتم اعتقاله، تم اعتقاله لأبوه المعتوه مقتدى الصدر. لكن من الأمور اللي نعتب على النظام السابق في حينها هو أطلاق صراحة في وقتها وعدم محاكمته وعدم يعني أن تسويقه إلى الإعدام، يعني هذا أقل ما يستحقه كان. ونشوف اليوم إحنا اليوم أنا وأنت نقدر ندفع ثمن هذه الزمرة الضالة اللي يعني اليوم جثمت على صدور العراقيين، اللي هي زمرة محمد صادق الصدر والتبعية. أستاذ علي، إغلاق ملفات التحقيق بقضايا قتل المتظاهرين إلى أي مدى يؤكد وجود تواطؤ ما بين تواطؤ حكومي لإفلات المسؤولين من العقاب؟ جميعهم مجرمين، جميعهم فاسدين، أكيد. يعني لا، يعني هذا ليس بتواطؤ، هذا تخادم. إحنا نسمي نهائياً اليوم إحنا موضوع إنهاء الإفلات من العقاب في العراق، صدقني سيدي لا يوجد شخص نزيه الآن هو موجود بقبة البرلمان أو موجود بالسلطة بالحكومة أو موجودة برئاسة الجمهورية. نعم. كي أنه ينهي عملية الإفلات من العقاب، لا يوجد هذا الشيء أبدا. اليوم إحنا لو نريد يعني نريد أن نطبق موضوع إنهاء الإفلات من العقاب، فراح يطبق ثوار العراق، ثوار تشرين ممثل الشعب العراقي. ولكنهم بحسب تصريح الكاظمي بأنهم عادوا إلى السلطة عبر انتخابات، طبعا تم الترويج لها من قبل مصطفى الكاظمي على أنها استجابة لمطالب المتظاهرين، كيف يمكن الرد على ذلك؟ طبعا احنا ارفع انه نرد على العميل مصطفى الكاظمي اللي احنا دائما ما وصفناه بشيخ الكذابين وكبير العملاء. هذا الشخص الانتخابات هذه نظمها هو وزمرته، واشرفت عليها المخابرات الامريكية، واشرف عليها شريكه اللي هو مدير جهاز المخابرات باحدى الدول الاقليمية بالخليج تحديدا وبالامارات بالتحديد. وانتخابات هذه معروفة من قاطع الانتخابات كلها، الشعب العراقي ما اشترك بها ابدا، اكثر من 85% من العراقيين قاطعوها، وحتى ال 15% اللي اشتركوا بها هؤلاء تم تزوير اصواتهم. يعني احنا اليوم من نجي نشوف طرف خاسر يعلى صوته ويشتكي انه خسر على الرغم من كل الجرائم وكل الامور البشعه اللي كان ينفذها بحقنا كثوار وبحق العراقيين، اللي افقدته اصلا قاعدته الشعبيه لو كانت له قاعده شعبيه، لو كانت. لكن فعلا العمليه الانتخابيه مزورة من الألف للياء، وإحنا كنا نعلم بهذا الشيء ولذلك قاطعناها. أما مصطفى الكاظمي الذي يدعي أنه هذا تنفيذا لمطلب المتظاهرين. نعم. بإجراء انتخابات مبكرة. نعم. أخي إحنا طالبنا بإجراء انتخابات مبكرة بعد أن نقتلع النظام الحاكم بالمنطقة الخضراء بالعراق. إحنا لا نطالب بإجراء انتخابات مبكرة يشرف عليها عملاء أمريكا وعملاء إسرائيل، عملاء الصهيونية اللي يتسيدهم مقتدى
طيب على 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 ذكر على ذكر أبداً على ذكر تطلب هذا الشيء. على ذكر مقتدى الصدر، كيف تنظرون أنتم في الشارع إلى وعود الصدر المتهم بالمسؤولية عما جرى في مجزرة النجف في موضوع تشكيل حكومة أغلبية وطنية كما يدعون؟ هل يمكن أن نعول على هذه الحكومة الجديدة أستاذ علي؟ اليوم مقتدى الصدر هو رأس الحربة بمشروع التطبيع مع الصهيونية، مع الكيان الصهيوني، مع إسرائيل، مشروع حكومة أغلبية وطنية مزورة، البرلمان مزور، العراق الآن كله هو بحكم البلد المخطوف، مخطوف من عصابات مقتدى الصدر تسانده CIA الأمريكي. نحن الآن أمام عدو خطير جدا، هذا العدو هو التحالف الصدري الصهيوني. هذا الشيء يا أخي العزيز يجب أن نوضح للشعب العراقي برمته. اليوم الحكومة المقبلة حكومة تطبيع، البرلمان برلمان تطبيع. هذا المشروع الصهيوني البابوي الذي جلبه إلى العراق البابا بزيارته إلى العراق، إحنا الآن اليوم نعاني ما نعاني بالعراق، وهذا التزوير اللي صار كله. نشوف مقتدى الصدر رجع تسيد على العراق، مع العلم كل الوطن العربي والعالم يعرف أنه هو سيد المجرمين وهو شيخ الإرهابيين وهو كبير الفاسدين. يا أخي ما هو نفس النظام، نفس النظام. أول رئيس وزراء إجا ما بعد الاحتلال أياد علاوي، الرجل ما صدر عليه إلقاء القبض؟ وين هذا إلقاء القبض اليوم؟ خلنا نسأل الدكتور أياد علاوي، أتمنى أنه يجيبنا، هو يعرف حيثياته ويعرف كيف هذا تم استصدار القرار. طيب لكن أستاذ علي، لكن لماذا حاولت الحكومة تلخيص مطالبكم، مطالب المتظاهرين، بمطلب واحد وهو القصاص من قتلة المتظاهرين، بينما أنتم حملتم مطالب أخرى منها إنهاء العملية السياسية بنهجها المحاصصاتي والطائفي؟ لماذا يتم التركيز فقط على مطالب المتظاهرين في مسألة قتلة المتظاهرين؟ ما السبب في ذلك؟ لا يوجد شخص من ثورة تشرين طالب بهذا المطلب بتاتا. هذا المطلب أساسا احنا ذهبنا قدمنا نفسنا فداء للعراق. شوف سيدي، نحن نعلم جيدا لو ما نقدم شهداء ما يتحرر البلد، خلينا نكون واقعيين الآن. احنا اليوم بلدنا يتحرر بدمائنا، بأرواحنا يتحرر البلد. نحن لم نذهب كي نقتل، كي نطالب بمحاسبة من قتلنا، لأننا ذهبنا لنثور لننتصر. ليس لنثور ونبقى تحت حكم العصابات، عصابات مقتدى ومصطفى وإلى آخره من عملاء أمريكا والصهيونية. نحن ذهبنا وثرنا لننتصر، ليس لننتظر يوم تقمع به الساحات لنطالب بمحاكمة القتل. نعم نحن سنحاكمهم جميعهم الواحد تلو الآخر. نحن مصرين على أسقاط النظام، نحن مصرين على أسقاط النظام، النظام الذي أتت به الدبابات الأمريكية. اليوم هذا النظام اليوم بالعراق اللي تشوف أنت الحلبوسي والخنجر وغيرهم، هذا التحالف المريب ما بين الخنجر والحلبوسي وما بين مسعود البرزاني وما بين اليوم مقتدى الصدر، إيش هذا التحالف المريب؟ انظر إلى أطراف التحالف، جميعها صهيونية، جميعها إسرائيلية. انظر لهذا التحالف اليوم مقتدى الصدر ماذا يمثل؟ قمة الإجرام، قمة الفساد، قمة اللصوصية، هذه اللي ورثها من أبيه محمد صادق الصدر. انظر إلى تاريخ الآخرين الباقين، محمد الحلبوسي الآن هل يعني من شدة ما يشعر به من عقدة النقص، هذا الشخص المهزوز يسمي نفسه سيد الرئيس تيمنا بالرئيس الراحل صدام حسين. نعم طيب، تيمنا به يعني ويعني ونشوء أستاذ علي، الباقين أستاذ علي تحالف السيادة قبل أن نشوف الأسماء. قبل أن أختم معكم، هناك تأكيد من المتظاهرين في محافظة النجف وبقية المحافظات على استمراريتهم بالثورة حتى الموت أو تحقيق المطالب، لكن السؤال المطروح هنا، هذا التوجه ألا يمثل تطورا بالوعي السياسي للثورة التي تريد استرجاع العراق من قبضة الأحزاب الفاسدة؟ هل هناك تطور في الوعي لدى العراقيين؟ نعم أكيد. نعم. وبالتحديد لدى الثوار. نعم. والدليل على هذا علنا أن ثورتنا ستكون هذه المرة جريئة جدا، جريئة إلى أبعد الحدود. طيب أستاذ علي، هل تعتقد أن الحكومة القادمة ربما ستلبي مطالب المتظاهرين؟ حكومة، إذا ما كانت هناك حكومة أغلبية من قبل مقتدى الصدر، ستلبي مطالبكم؟ هل الثوار الوطنيين ينتظرون تلبية مطالبهم من حكومة تطبيع مع العدو الصهيوني؟ هذا شيء مستحيل. نعم.
من بغداد عبر سكايب مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز، شكرا جزيلا لكم.